السيد شركيز نزار محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي من عمان. مرحبا بك سيد نزار، ونتحدث عن التالي. الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية قال إن الطلب على النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل. هل هذا يعني أن النفط بات أقرب إلى مستويات ما قبل الجائحة؟ بالفعل نلاحظ بأن أسعار النفط تقترب من مستوياتها ما قبل الجائحة، بل إن هنالك توقعات بأن يفوق الطلب العالمي خلال 2022 العام المقبل الطلب العالمي على النفط، وربما سنشهد وصول الطلب العالمي إلى 100.8 مليون برميل يوميا وربما أكثر من ذلك. الطلب العالمي على النفط يتعافى بالفعل، ورغم وجود استمرار وجود فيروس كورونا إلا أن الحكومات حول العالم لا تقوم بإغلاقات شاسعة وكبيرة، إن كان على مدى الجغرافي أو إن كان أيضا على المدى الزمني، وهذا ما يبقي على استمرارية في التعافي في الولايات المتحدة وكذلك الصين والهند واليابان، وهي الدول الأربعة الكبرى أو الدول الكبرى كمستهلكين للنفط عالميا. نلاحظ بأن هنالك تزايد في الطلب، وهذا كله أيضا يرافق تحسن في الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي، حتى لو أن هذا التحسن تراجع، وكل ذلك داعم لاستمرارية زيادة الطلب وتعافيه بشكل تدريجي. وربما بالفعل الآن اقتربنا من مستويات ما قبل الجائحة، حتى أن كانت التوقعات تشير إلى أن بداية عام 2022 ربما ستكون هي التعافي من نحن بشهر نوفمبر، ومن المتوقع أيضا أن نشهد مزيد من التعافي في الطلب ليعود حقا الطلب العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى قبل دخولنا إلى عام 2022. طيب، الطاقة الأمريكية قالت إن بايدن قد يتخذ إجراءات هذا الأسبوع لمعالجة ارتفاع الأسعار أسعار البنزين، ردا على عدم استجابة أوبك بلس على رفع الإنتاج النفطي. ما الذي يستطيع الرئيس الأمريكي فعله لكبح الأرباح؟ الآن الأسواق المالية تتحدث عن استخدام الاحتياط الاستراتيجي من النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن باعتقادي الاحتياط الاستراتيجي يبلغ حاليا حوالي 621 مليون برميل. هذا سيكون تأثيره على المدى القصير، فأحد الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي كما تقول الأسواق المالية بأنه سيبدأ باستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، لكن أيضا هنالك خيار آخر وهو إعادة خفض الصادرات الأمريكية للنفط إلى الخارج والاحتفاظ بأغلب الكميات داخلية للوفاء بالطلب بحسب رؤية الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض لسبب المشكلة. لكن باعتقادي أن سبب المشكلة أبعد من أن يكون عدم كفاية المعروض، فباعتقادي منظمة أوبك والحلفاء يرون بأن أي إجراء حالي على المدى القصير قد يكون تأثيره سلبي على المدى البعيد. فإذا أردنا أن ننظر إلى كفاية المعروض، إلى وضع الطلب العالمي، يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار المدى المتوسط والطويل. الآن الرئيس الأمريكي ينظر فقط باعتقادي شخصيا على المدى القصير، وهذه نقطة سلبية أخذها على البيت الأبيض، لأنه إذا أردنا النظر يجب النظر على عدة أشهر وإلى عام 2022 كاملا، استخدام الاحتياط الاستراتيجي أو منع التصدير أو تقليص التصدير من الولايات المتحدة قد يكون أثره على المدى القصير. فالخيارات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي حاليا، الخيار الأول هو أن يتم استخدام الاحتياطي الاستراتيجي، الخيار الثاني خفض الصادرات أو حتى إيقافها، وهذا كله قد يكون له تأثير على المدى القصير. لكن الحلول لأزمة الطاقة إن صح التعبير، وهي بالفعل أطلق عليها أزمة الطاقة، لا يقتصر فقط على عرض المزيد من النفط. فلو نظرنا إلى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وتقريرها الذي صدر مؤخرا، سوف نشهد بأن هنالك ارتفاع في المخزون، لكن يقابله مرة أخرى انخفاض في مخزونات البنزين الخاصة بالسيارات والنقل. هذا يدلنا على شيء مهم، وخصوصا إذا نظرنا إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة حوالي 86%، وهذا يدل أن هنالك مشكلة أخرى كامنة، وهذه المشكلة متعلقة بسلاسل الإمداد. بالتالي أوبك تعلم حقيقة بأن أحد أهم الركائز التي يجب علاجها لجعل الأسواق أكثر استقرارا
هي سلاسل الامداد المختنقه بالقصة، رغم انه شفنا بعض التحسن فيها، لكن هذا ايضا يجب ان يتم حله بشكل نهائي. فالرئيس الامريكي الخيارات عنده على الارجح ستكون خيارين، وهما كما اشرت لحضرتك سابقا، هو اولا استخدام الاحتياط الاستراتيجي او تقليص الصادرات الامريكيه، لكن افضل ان يكون هنالك خيارات اخرى بان يكون هنالك نقاشات سياسيه على مستوى اوسع لتوضيح سبب المشكله وايجاد حلول لسبب المشكله، والتي باعتقادي هي سلاسل او التوريد والاختناق. طيب، بحسب التوقعات فان مخزونات الخام الامريكيه ترتفع للاسبوع الثالث على التوالي، هل ستحد من المكاسب لاسعار النفط بصوره كبيره؟ بالفعل كما تفضلت، ارتفع المخزون الامريكي للاسبوع الثالث على التوالي، بل لو نظرنا الى الخلف قليلا لوجدنا بان مخزونات النفط في الولايات المتحده بدات بالارتفاع مع نهايه شهر سبتمبر الماضي، لكن هذا الارتفاع في المخزون التجاري ان صح التعبير، المخزون التجاري الامريكي ارتفع الى حوالي، نتكلم عن 430 435 مليون برميل فقط ليس اكثر، وهذا الارتفاع ما زال ما دون متوسط الخمس سنوات. ماذا يعني؟ بان ارتفاع المخزون لم ياخذ المخزون التجاري في الولايات المتحده الى مستوياته المعتاده كمتوسط لخمس سنوات، بالتالي أرى بأن المخزون الأمريكي يرتفع على المدى القصير، لكن هذا الارتفاع لم يصل في المخزون الأمريكي إلى المستويات التي يفترض أن يكون عندها وما زال ما دون المتوسط لخمس سنوات. من هنا التأثيرات على الأرجح ستكون قليلة جدا بالنسبة لحركة أسعار النفط، فالمتداولون لا ينظرون فقط إلى زيادة المخزون، لكن ينظرون أيضا إلى الطلب الذي يتزايد. لنذهب الآن إلى مخزونات البنزين التي انخفضت بواقع حوالي 1,500,000 برميل في وقت ارتفع فيه المخزون بحوالي 3,300,000 برميل، هذا يدل بأن ارتفاع مخزون النفط الأمريكي لا يعني بالضرورة تزايد المشتقات النفطية بالولايات المتحدة، وهذا ما قد يبقي أيضا على التوتر في عموم أسواق الطاقة. أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة، أسعار البنزين أيضا مرتفعة، وهذا يظهر لنا سبب عدم تجاوب أسعار النفط كفاية مع أنباء ارتفاع المخزون خلال الأسابيع الثلاث الماضية، لكن اقتصر التأثير على شكل إيقاف نوعا ما الاتجاهات الصاعدة القوية التي حصلت مؤخرا، لكن نشهد حاليا عودة الارتفاع في أسعار النفط مرة أخرى. طيب، لو تحدثنا عن المسببات والمؤثرات، طقس الشتاء القارص، البرودة، كيف سينعكس على يعني مستهلكي النفط؟ هل سيشكل تحديا آخر بالنسبة لهم؟ الآن بالتأكيد ارتفاع أسعار الطاقة والنفط يعتبر تحدي كبير بالنسبة للمستهلكين، وهذا قد يغير العادات الاستهلاكية ويزيد أيضا من فاتورة الطاقة المطلوبة من المستهلك، وأيضا على الدول، وهذا ما شاهدناه مؤخرا بالصين عندما ارتفع تكاليف المدخلات من الفحم الحجري أو الفحم بشكل عام بمقدار 96%. هنا نحن نتحدث عن دول، نتحدث عن مستهلكين، وهذا قد يؤثر على القدرة الشرائية ويغير العادات الاستهلاكية، وقد يكون له أيضا بالفعل تأثيرات سلبية على المستهلك. لكن بالنسبة لفصل الشتاء هنا تختلف الآراء، فبعض الآراء تشير إلى أن فصل الشتاء يتسبب بانخفاض في الطلب على الرحلات والطلب على السفر، مما قد يقلل أيضا الطلب على النفط ومشتقاته، لكن يذهب البعض الآخر إلى الإشارة إلى الرأي بأن فصل الشتاء إذا كان شديد البرودة ربما سيزيد الطلب وخصوصا هذه السنة على النفط ومشتقاته. سابقا اعتدنا أن يكون تأثير فصل الشتاء محدود جدا بل أيضا سلبي على الطلب للنفط. لماذا؟ لأن المستهلكين يتوجهون إلى الغاز، يتوجهون على سبيل المثال إلى الفحم، لكن مع الارتفاع الكبير الذي حصل بأسعار الفحم والغاز أيضا، فهنا إذا كان فصل الشتاء لهذه السنة باردا على شكل غير معتاد، فربما سنشهد فعليا ارتفاع وزيادة في الطلب على النفط من أجل التدفئة، لكن مرة أخرى السبب وراء ذلك هو ارتفاع البدائل المعتادة والتي من أهمها الغاز خصوصا في دول أوروبية. دعني أنتقل معك إلى أرباح البنوك، الفائدة المنخفضة لدى البنوك المركزية كيف ستضر بأرباح البنوك؟
الآن على المدى الطويل إذا اعتمدت البنوك مباشرة على التمويل واعتمدت أيضا على الإقراض، هذا قد يكون له بالفعل تأثير سلبي. لكن لنعود بالذاكرة قليلا إلى الربع الثالث الماضي من هذه السنة 2021، سوف نلاحظ بأن كبرى البنوك في العالم، أذكر جي بي مورغان، أذكر أيضا سيتي جروب وغيرها من البنوك، فاجأتنا بنتائج أعمال أفضل من التوقعات. لماذا؟ لأن أسعار الفائدة المتدنية تدعم توجه البنوك لإيجاد استثمارات أخرى، توجهت إلى أسواق الأوراق المالية، توجهت إلى استثمارات أيضا مباشرة، وهذا لزيادة دوران النقد في الاقتصاد، وخصوصا مع التعافي الذي تشهده الدول عالميا بعد جائحة كورونا. بالتالي أسعار الفائدة نوعا ما تأثيرها قليل على ربحية البنوك، لكن هناك من يرى أيضا بأن أسعار الفائدة المنخفضة قد تكون جيدة للبنوك. لماذا؟ لأن أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر والاقتصاد العالمي يتعافى. على سبيل المثال البنك المركزي الأوروبي أشار بوضوح إلى أنه ربما سيبقي على أسعار الفائدة متدنية للغاية خلال عام 2022، كذلك الأمر في بنك اليابان المركزي، وحتى لو قام الفدرالي الأمريكي 2022 فستبقى نسبيا الفوائد منخفضة، يعني نحن نتكلم عن رفع النطاق من الصفر إلى 25 نقطة أساس، وهذا الرفع في الفوائد ما زال أيضا متدني. من هنا عندما تكون أسعار الفائدة متدنية يتوجه المستثمرون للاقتراض أكثر، يتوجه المستهلكون للاقتراض أكثر، لكن هذه النقطة يجب أن أوضحها وهي مع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي. بالتالي زيادة المبيعات البنكية للخدمات، وهذا قد يكون إيجابي بوجهة نظري، لكن الأساس في وجه المقارنة هو عودتنا إلى نتائج الربع الثالث الماضي من هذه السنة، فكبرى البنوك العالمية أو العديد منها فاجأتنا بنتائج أعمال فاقت التوقعات، إن كانت على أرباح تشغيلية، إن كانت على أيضا ربحية لأسهمها. طيب، يعني هل الاعتقاد بأن التضخم هو مؤقت سيدفع البنوك المركزية إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة؟ الآن البنوك المركزية تتحدث عن تضخم عابر، حتى هذه اللحظة يتحدث الفدرال الأمريكي كذلك البنك المركزي الأوروبي عن التضخم بأنه عابر، لكن ما يلفت نظري حاليا هو بعض التغير في لهجة البنوك المركزية، حتى أن هنالك بعض التوقعات تشير إلى أننا سنشهد رفع بالفائدة في بنك إنجلترا المركزي، كذلك في بنك نيوزيلندا هذا الشهر، الأسواق المالية تتوقع بنك أو الاحتياطي النيوزيلندي سيرفع الفائدة هذا الشهر، وهذا ما انعكس على عوائد السندات في نيوزيلندا والتي اتسع الفارق بينها وبين عوائد السندات الأمريكية بشكل ملموس هذا الشهر، وذلك وهذا لصالح السندات النيوزيلندية. ماذا يفسر لي ذلك؟ البنوك فعليا ربما ستتوجه إلى رفع الفائدة، لكن سوف تختلف تصرفات البنوك. على سبيل المثال بريطانيا ربما ستبدأ برفع الفائدة ربما مع مطلع العام المقبل أو خلال الربع الأول، بالنسبة لنيوزيلندا أستراليا ممكن أنها ترفع الفائدة مع اقترابنا من نهاية هذه السنة، لكن بالنسبة لبنوك مثل البنك المركزي الأوروبي، بنك اليابان المركزي، من غير المرجح أبدا أن تبدأ برفع الفائدة. الفدرالي الأمريكي ربما سيرفع الفائدة خلال النصف الثاني من هذه السنة. رؤيتي للتضخم قد تختلف نوعا ما عن رؤية أو تصريحات رسمية، فكما أشرت لحضرتك التصريحات الرسمية من البنوك المركزية تشير بأن التضخم عابر، لكن من خبراتنا السابقة عندما ننظر إلى معدلات التضخم عندما تبدأ بالارتفاع من الصعب أن تعود للانخفاض بسرعة وستحتاج إلى وقت طويل. اليوم نحن ننتظر بيانات تضخمية من الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال هذا الأسبوع أيضا ستصدر المزيد من البيانات التضخمية وأغلبها تشير إلى احتمالات المزيد من الارتفاع من التضخم. فأين التضخم العابر؟ أود أن أوجه سؤالي إلى الفدرالي الأمريكي، أين هو التضخم العابر وهو بدأ في التكلم فيه منذ عدة أشهر؟ لا أرى أن التضخم عابر، بل هو مستمر، وفعليا هذا سيجبر العديد من البنوك المركزية حول العالم لرفع الفائدة. أما الفدرالي الأمريكي ربما سيؤجل رفع الفائدة لأنه بالفعل بدأ يقلص برامج شراء الأصول. بنك أستراليا ونيوزيلندا مرة أخرى ربما ستسبق الجميع مع بريطانيا برفع الفائدة، لكن هذا كله أيضا مرتبط بهل سيستمر التضخم مرتفع فعليا أم لا، وباعتقادي نعم سيبقى التضخم مرتفع
في عديد من الدول في العالم على الأقل حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل. طيب، في حال أن البنوك المركزية أبقت أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، كيف سيدعم ذلك أسعار الذهب؟ الآن من الرائع أن أشير إلى أن أسعار الذهب تتناسب تحركاتها عكسياً مع توجهات أسعار الفائدة. بمعنى آخر، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة فأسعار الذهب تجد الدعم وترتفع. هنا لكن أود النظر إلى موضوع آخر، وهو أن أسعار الذهب يبدو أنها ترتفع حالياً، لكن هذا الارتفاع نوعاً ما محدود. لماذا؟ لأن الأسواق المالية تسعر أو بدأت بتسعير رفع الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال النصف الثاني من العام المقبل، وهذا الذي يمنع ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب. فبالفعل أسعار الفائدة المنخفضة هي واحدة من الأسباب التي تؤثر وتدفع أسعار الذهب للارتفاع، لكن هنالك أيضا ظروف أخرى تؤثر على أسعار الذهب. على سبيل المثال للحصر أتكلم عن الطلب الاستهلاكي، وثم أضيف أيضا خطط التحفيز أو الانفاق التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا. شهدنا ارتفاع أسعار الذهب من مستويات وصلت إلى 1758 الأسبوع الماضي ليتداول اليوم أعلى من 1820 دولار للأونصة. ماذا كان السبب؟ السبب الرئيسي باعتقادي هو إقرار الحكومة الأمريكية لمشروع قانون إنفاق على البنية التحتية قيمتها 1 تريليون دولار. بالتالي تفسير كل ذلك هو دوران النقد أو وفرة النقد في الاقتصاد، لأن وفرة النقد تسبب تضخم، والتضخم يضر في القدرة الشرائية للنقد، فيتوجه المستثمرون إلى الذهب لتغطية توقعات التضخم المستقبلية وتستفيد الأسعار من ذلك، وهذا فعلا ما نشهده حاليا. عندما ستبقي البنوك المركزية أسعار الفائدة متدنية، وحتى لو قامت برفعها قليلا فسوف تبقى متدنية مقارنة في المستويات المعتادة لها. بالتالي سياسات تسهيلية ستبقى في البنوك المركزية حتى عام 2023 أو حتى عام 2024، حتى لو رفعت الفائدة ستبقى الفائدة نوعا ما نسبيا متدنية. لذلك الظروف لأسعار الذهب لترتفع موجودة، لكن أسعار الذهب بحاجة لمحفز آخر غير أسعار الفائدة. الآن المتداولون يراقبون تأثير تحرك عوائد السندات العالمية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية على تحركات أسعار الذهب. انخفضت العوائد تقريبا إلى 1.4%، أتحدث عن عوائد سندات أمد استحقاق 10 سنوات من مستويات سابقة عند 1.7%، وهذا أيضا دعم ارتفاع أسعار الذهب. هذه العلاقة حاليا موجودة رغم أنها نوعا ما تختلف عن الأصول الاقتصادية المعتادة، لكن انخفضت عوائد السندات ارتفعت أسعار الذهب، فالذهب يهمه وفرة السيولة وهي متوافرة في الأسواق والمحفزات. بمجرد أن نشهد محفز جديد لارتفاع أسعار الذهب ستكون أسعار الفائدة المنخفضة نسبيا عامل مساعد ورئيسي في دفع أسعار الذهب للارتفاع. لكن وجب التنبيه هنا بأن الدولار الأمريكي إذا عاود الارتفاع مرة أخرى لأي سبب من الأسباب فقد يقبح ذلك من قوة ارتفاع الذهب، بل على العكس قد يعيده للانخفاض مرة أخرى. طيب، لو تحدثنا عن مشروع قانون البنية التحتية الذي أقر بقيمة تريليون والصادرات الصينية أيضا الأفضل، هل ستساعد في رسم صورة لاقتصاد عالمي أكثر توسعا وأيضا يعزز النمو؟ سأجيب عن سؤال حضرتك بقسمين. القسم الأول الخاص بالولايات المتحدة وهي حزمة الإنفاق التي قيمتها 1 تريليون دولار. بالفعل هي تعتبر تحفيز اقتصادي مهم. نحن نتكلم عن تريليون للبنية التحتية للطرق، مما يعني محتمل توظيف إضافي، زيادة دوران نقد، مشاريع حكومية جديدة. هذا بالتأكيد له أو عامل مهم جدا في التحفيز الاقتصادي. معادلة الناتج المحلي الإجمالي يدخل فيها الإنفاق الحكومي، ومع زيادة الإنفاق الحكومي بالتأكيد سنشهد قيم نمو أفضل، لو أخذنا بعين الاعتبار عدم وجود هذه الحزم التحفيزية أو عفوا الحزم الإنفاق. بالتالي في الولايات المتحدة هذه الحزمة ستكون مساندة لاستمرار النمو الاقتصادي. أود أن أشير إلى أن حرارة أو قوة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة بدأت تفقد العزم الإيجابي، ورغم أن النمو مستمر لكن هذا النمو آخذ بالتباطؤ.
لكن الآن مع وجود حزمة إنفاق جديدة فأعتقد قد نشهد عزم إضافي إيجابي على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. الآن بانتقالي إلى الصين وبيانات الميزان التجاري في الصين، بالفعل شهدنا يوم الأحد الماضي صدور بيانات من الصين أفادت بارتفاع الفائض التجاري إلى مستوى قياسي عند 84.5 مليار بالتقريب، وهذا وهذه الإيجابية الكبيرة التي ظهرت في الميزان التجاري فعليا قد تكون مساندة لحكومة الصين لأن تقدم المزيد من الإنفاق ودعم الاقتصاد. الاقتصاد الصيني انخفض نموه إلى 0.2% خلال الربع الثالث الماضي، وهو أدنى نمو منذ الانكماش الحاد الذي حصل أثناء جائحة كورونا. لكن لنتعمق قليلا في بيانات الميزان التجاري الصيني، سنلاحظ بأن هنالك انخفاض في الصادرات والواردات بمقارنة شهر سبتمبر مع شهر أكتوبر، يعني أن نتكلم عن انخفاض الصادرات من 305 مليار إلى 300، وكذلك الواردات انخفضت، نتكلم عن انخفاض من 239 إلى مستويات ما دون ذلك، لكن انخفاض الواردات كان أكبر من انخفاض الصادرات. ماذا انعكس ذلك؟ انعكس ذلك على زيادة في الفائض. حقيقة بيانات الميزان التجاري الصين إيجابية ظاهريا وفعلا قد توفر السيولة لحكومة الصين من أجل الإنفاق، لكن داخليا بالنسبة لي فهي تثبت ضعف اقتصادي. نمو الصادرات 27.1% مقارنة الأساس أو شهر الأساس كانت فيه الصادرات منخفضة جدا، بينما بالنسبة للواردات هو الذي كان انخفاضه كبيرا، مما يدعو إلى النظر الاقتصاد الصين على أنه اقتصاد يتباطأ حاليا. أشكرك جزيل الشكر السيد سرجيس نزار محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي من عمان عبر الهواء مباشرة، شكرا لك.